وهو سيطلق على هذا الاسم، الاسم الجديد خالد بن وليد، سيكون اسم هذه الثكنة المتواجدين نحن فيها الآن. أتمنى أن يكون هذا الاسم وسيلة للخير. هل هذا تمام؟ وبعد أن يتم إنهاء فرش تلك الثكنة ستنتقلون إلى تلك الثكنة، وهذا ما يدعوني للامتنان. أتمنى أن تكون تلك الثكنة ترد وتجيب على كل الاحتياجات لعناصر الجيش، أشكر طبعا إخواني وأصدقائي القطريين لإسهامهم في إنجاح بناء هذه الثكنة. أنتم في مأمن في تلك هذه البلاد، وقطر أيضا هي في مأمن معكم. نحن هذه العلاقة الوطيدة نحن لا نستطيع أن نهدرها. وبهذه المشاعر أنهي كلمتي، وأيضا أشكر كل وأيضا أحيي كل عناصر الجيش التركي في سوريا وفي العراق وفي على الحدود السورية التركية وفي البلقان وفي لبنان وفي الصومال، وكل منطقة تحتاج تواجد العناصر التركية، الجيش التركي لضمان أمن تلك المناطق. أشكر كل عناصر الجيش أولئك. أتمنى من الله تعالى أن يحميكم من كل أذى ومن كل هجمة تضر بكم. أدعكم في أمان الله، فلتبقوا في سلام. تابعنا إذن مشاهدينا هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر قيادة القوات التركية القطرية المشتركة في قطر. الرئيس